جنينة في البالكون تاعك وزيد على هذايا صفر تراب. كيفاش؟ بالهيدروبوني. الهيدروبوني ولا بالعربي الزراعة المائية، كيما فهمتوا من اسمها هي الزراعة في الماء، يعني النبتة الخضرة ولا الغلة عود باش نزرعوها في التراب باش نزرعوها في الماء. تقول لي كيفاش نبتة في الماء؟ نقول لك وي سي فوزاب. الأسطورة تقول اللي الزراعة المائية بدأت من الحدائق المعلقة في مدينة بابل في العراق، أما هذه الأسطورة على خطر علميا. أول الشعوب اللي ثبت أنها استعملت التكنيك هذية هما ليزاستيك في المكسيك، هي مدينة مش بعيدة برشا على مكسيكو عاصمة المكسيك. والأمور اتطورت بشوية بشوية حتى خلطنا 1860، عامتها زوز باحثين ألمانيين باش يستعملوا التقنية هذه بالطريقة اللي يستعملوا فيها اليوم. إشنية الطريقة هذه وكيفاش تصير زراعة النباتات في الماء؟ سهلة برشا. البذور باش تتزرع في دي تيوب اون بي في سي، يعني لي تيوب هذوما غيالمون هما اللي باش يعوضوا التراب في الفيكساسيون متاع النباتات. بشوية بشوية النباتات هذية باش تكبر. كيفاش؟ بالماء. الماء اللي فيه المحلول الغذائي اللي باش نلقاو في وسطه لي بوزوان اليمونتير الكل متاع النباتات هذية. عملية الضخ متاع الماء باش تتم بترومبا بومب. الماء باش يقعد يتعدى في لي تيوب اون بي في سي، غادي وين باش نلقاو الجذور متاع النبته مغطسين في الماء. الهيدروبوني وصلت لتونس وبدات تاخذ في بلاصتها والمشروع مربح زاده. اما كيفاش جاتك الفكره يا اسكندر؟ جاي بنيسيوني الخدمه نتاعي، بديت نخمس واش نعمل. ماما فما جرده في دار الوالده نتاعي بدينا نزرع فيها حاجات بطون كومبليمونتار وكل شيء، فتغرمت بديت نزرع شوي شوي. اكتشفت برشا مشاكل في الزرعان هذا، حبيت نسير الانترنت وطبت بشوي بشوي لين ريت انه في العالم فما موفمون كامل اللي هو الزراعه المائيه. قررت اني ندخل في البرنامج هذا انا ومرتي زينب. بدينا البروجي هذا نصور 15000 دينار، اما ميم با انا واقع عندي 5000 دينار وعطيت افونس 3000 دينار. ما تنجم تقول فلوسنا رجعناهم ما بين 86 شهر، رجعنا فلوسنا ودخلنا في الربح. الهيدروبوني هي لا توندونس على شكل انترناسيونال في الزراعات الحديثه. اما شنو سر نجاح التكنيك هذيا في الزراعات الجديده؟ اولا كيما قلت لكم هي زراعه من غير التراب، وكيف نعرفوا اللي 80% من الامراض اللي تنجم تصاب بها النباتات جايه من التراب، يعني كي نستغناو عليه نتفاداو 80% من احتمال ان النبته تمرض. وهكاكا لي برودوي نتاع الزراعات هذه تكون صحيه اكثر. بالهيدروبوني نجمو نوفروا 80% من كميه الماء اللي باش نسقيو بها النباتات. واسكندر باش يزيد يفسر لكم كيفاش. على خاطر الماء ريسيتي الماء هذاك يعطي في ريزرفوار ويعاود يطلع، دونك يهبط في الريزرفوار ما يطيش، يعاود يجي للبلونت يعاود هي تتغذى منه واللي يبقى يعاود يرجع. مازلنا مكملين مع لي زافونتاج، لا برودكتيفيتي الانتاجيه بطريقه اسرع وكميات اكثر. أكثر على خاطر في نفس المساحة نجم نضاعفوا الإنتاج 10 مرات. مثلاً إذا عندك 1000 متر مربع أرض، الكمية اللي كنت تزرعها في 1000 متر مربع بالهيدروبوني تنجم تزرعها في 100 متر مربع أكهو. اي أنكور كيما قلت لكم une production plus rapide. علاش؟ على خاطر كمية الزاليمون اللي باش ياخذوها النباتات باش ياخذوها في وقت أسرع. وهكاك النبتة اللي كانت تكبر في 60 يوم تكبر في 30 يوم برك. هذوما لي زافونتاج بازيك، اما مازال دوطخ افونتاج كيما انك تنجم تعمل جنينه في البلكونه نتاعك. الهيدروبوني تنجم تكون الحل على خاطر بورسنتاج كبير من الماء اللي نستعملوا فيه في العالم ماشي للزراعه والفلاحه. ظهر لي وقيد باش نعطيه قيمه اكبر للتكنيك هذيا في الزراعه، وانت ايش قولك؟